بونجور تو الموند، السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نقدم لكم وصفه جديده زوينه، ولكن كما كتشوفوا ما بديناش من الكوزينه. هاد الخطره بغيت ندير معكم دويره في السونطر اللي كندور فيه شويه وكنتقدم منه سي على السونطر. هو كان حدايا معروف زوين صراحه، في ما يتشاف في ما يتشرى. يلا نخليكم مع الفيديو وتشوفوا بعض اللقطات. Tu peux monter là-haut. كتعرفوا في هذه الفتره دابا كاين راس العام، كاين نوال هنا، وكاين ما شاء الله الديكورات، راه دايرين السابان ودايرين ديك البلاصه على حساب اللي بغا يتصور داكشي. هذه السفوره اللي كتعرفوها، ما ادراك من سفوره، مستر الروايح ومكياج داكشي. فوالا، وهكا كندخل للسوبر مارشي. انا اخذت الشوكولا، يا شوكولا تبارك الله. هذا الوقت دابا مع نور كما قلت لكم، طب الله الاشكال والانواع ديال الشوكولا، لي كالوري لي كالوري. قدروش ندوزو حدا هذا الغيوم ما ناخذوش شي حاجه، ما يمكنش.
هنا بغيت نوريكم هاد البان دي بيس، صراحه كيجي بنين ولذيذ حيت كيطيب بالعسل، ولي زي بيس اللي هما شويه مجهدين راكم عارفين، القرنفل والقرفه. دونك الا بغيتو الوصفه ديالو قولوها ليا في لي كومونتير ونديرو شي فيديو نصايبو فيها هاد البان دي بيس الا بغيتو تدوقوه. وهكذا كتنتهي الجوله ديالنا في السوبر مارشي، وننتقلوا للوصفه ديال اليوم اللي هي وصفه ديال الدجاج بالشامبينيون ولا كريم، كتجي لذيذه الصراحه، جربوها ما غاديش تندموا. الو المقادير ديال الوصفه ديالنا تاع اليوم هي عندنا الدجاج، خذوا العبار اللي بغيتوا، هي دجاجه كامله هي نص دجاجه، انا خديت غير لي كويس تاع الدجاج، بصله مقطعه يعني مشلطه، زبده، ثومه، ملحه والبزار، معلقه تاع لا موطارد، ورق سيدنا موسى، الماء بيان سور باش يطيب الدجاج، وعندنا لي شامبينيون، خذوا اللي عندكم موجود، يا يكون فري يا يكون معلب يا كونجلي اللي كان عندكم، وهذه بواطه ديال قشده طريه، والزعفران ملون او الزعفران الحر كما بغيتو. ونخليكم مع الوصفه.
وهنا غنخليو الدجاج ديالنا يطيب لمدة 40 دقيقة تقريبا قبل ما نضيفو الشامبينيون. نخليو الشامبينيون يطيبوا واحد 5 حتى 10 دقائق وفي الاخير غادي نضيفوا لا كريم فريش ديالنا. وهنا نخليوه يطيب واحد 5 دقائق على الاكثر. وهكذا كيكون الطبق ديالنا وجد كيجي بنين صراحه. جربوه وما غاديش تندموا. حيدو ديك ورق سيدنا موسى طبيب الحم طوش التبسيط كيجي بنين ولذيذ. وفي صحتكم وراحتكم. وشكرا لكم على مشاهده الفيديو. ما تنساوش تابوناو، كليكوا على الجرس، بارتاجيو مع احبابكم وصحابكم وتلايكوا الفيديو. يلا سلام عليكم.